بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله. مشاهدي قناة سعيدة أينما كنتم داخل وخارج الوطن، نحييكم ونرحب بكم إلى هذا البث المباشر في ذكرى الاستقلال، الذكرى 45 لعيد 30 من نوفمبر من تعز الحال مع عاصمة الثقافة في الجمهورية اليمنية. نحييكم من استديو السعيدة في هذا البث المباشر، والذي من خلال هذا البث ندشن البث الرسمي لاستديو قناة سعيدة من تعز بالتزامن واحتفالا بهذه المناسبة الوطنية الغالية على كل قلوب اليمنيين. أهلا ومرحبا بكم، ونحييكم إلى هذا البث المفتوح الذي سيستمر من الآن وحتى مساء إلى ساعات خلال فترات كثيرة في هذا اليوم. اعذروني على الارتباك قليلا، تجربة جديدة وجو جديد نعيشه، ومناسبة غالية على قلوب كل اليمنيين، ونحن حرصنا على التواجد معكم وأن نكون في هذه المناسبة الوطنية من تعز الحالمة للاحتفال بهذا العيد الغالي على قلوب كل اليمنيين. كانت للقصيدة والأغنية الوطنية الحماسية وقع السحر على عقول الجماهير المتعطشة للثورة والجمهورية والتحرر من الظلم والطغيان والاستبداد، فألهبت المشاعر الثورية وبعثت فيهم روح الحماسة والتضحية والفداء، فداء للوطن. وبعد قيام ثورتي سبتمبر وأكتوبر وجلاء المستعمر في نوفمبر، تجلى دور القصيدة والأغنية الوطنية واضحا في إكبار الفعل الثوري وتضحية الأحرار اليمنيين، حيث تسابق الشعراء والأدباء والفنانون إلى التعبير عن الثورة والحماس الوطني بأروع الأشعار، حيث هتف المرشدي محمد مرشد ناجي أخي كبلوني، ونذكر هنا القصيدة المشهورة المغناة أخي كبلوني في العام 54 من كلمات لطفي جعفر أمان، وأيضا احتج سبيت واسكندر ثابت يا ظالم ليه الظلم ذا كله، وهتف العطروش قائلا برع يا استعمار. وبعد النصر والاستقلال احتفل أحمد بن أحمد قاسم بأغنية من كل قلبي أحبك يا بلادي، وصدحت حناجر الفنانين بأعذب الألحان كالفضول وسبيت والمقالح ومطهر الإرياني، فأنشد الفضول درر شعرية صدح بها فنان اليمن الكبير أيوب طارش إنه يوم عطائي فيه غنيت تاريخي حياة ووجود. شكلت الأغنية الوطنية سلاح رديف في مرحلة الكفاح المسلح التي خاضها شعبنا اليمني ضد الاستعمار البريطاني. أغنية برع برع يا استعمار هي ما نستهل به هذا البث المباشر في هذه المناسبة الغالية في يوم الاستقلال للرائع والكبير فنان الشعب محمد محسن عطروش. Yeah.
أهلا بكم من جديد من استوديو السعيدة في تعز، معكم في ذكرى الاستقلال، الذكرى 45 لـ30 من نوفمبر. هذه المناسبة الغالية والعظيمة على قلوب كل اليمنيين. براعي استعمار كانت المستهل في هذه الحلقة وفي هذا البث المباشر الذي نخصصه على مدى فترات متتالية للاحتفال بذكرى 30 من نوفمبر. براعي استعمار كلمات ولحن وغناء العملاق وفنان الشعب الفنان الكبير محمد محسن عطروش، الذي يشرفنا كثيرا تواجده معنا في استوديو السعيدة هنا في تعز. اهلا استاذ محمد، عيد مبارك وكل عام كل عام بخير وانت بخير وكل عام سعيدة في تألق، ونتمنى في الاعوام القادمه ان يتحقق القول ان السعيده سعاده حقيقيه ان شاء الله. نشكر لك تشريفنا وحضورنا حضورك الى هنا معنا المشاركه في هذا الاحتفال، قادما من محافظه عدن، واهلا بك واهلا بنا جميعا في تعز. وانا اشكركم جميعا في الاستوديو من ناس متفانين في العمل، مصورين وعمال خدمات وإداريين ومخرجين، وأشكر فيكم الدكتور الشميري على هذا الجهد الرائع الذي لا يمكن أن يبذله إلا إنسان يعرف معنى قيمة الإعلام. شكرا لك أستاذ محمد، والشكر بالنيابة عن كل زملاء الذين ذكرتهم ووجهت لهم عبارة المديح والشكر. شكرا لكم أستاذ محمد. 30 من نوفمبر، ماذا يعني لمحمد محسن عطروش؟ 30 نوفمبر يعني الكثير الكثير بالنسبة لي أنا، لأنه من خلال هذا الكثير يمر أمامي في مخيلتي منذ أن أسمع 30 نوفمبر أو يحل 30 نوفمبر، يمر شريط كبير من الذكريات، وتمر قوافل من الفدائيين الذين ضحوا بدمائهم وجماجمهم لمصلحة هذا الوطن ولحريته ولعزته ولكرامته وكرامة هذه الأرض وشعبها. وهذه الذكرى هي 30 نوفمبر، هو الميلاد، ميلاد الأمل. طيب عندي أمل كان حلم وتحقق. طيب أستاذ محمد، يوم 30 من نوفمبر 67 أين كنت؟ أنا كنت في عدن يومها، أنا كنت طالب أدرس في مصر وروحت، وفي 30 نوفمبر عشت الحدث والفرحة العامة التي عاشها الشعب في عدن، عاشها الشعب في عدن خاصة، وعاشها الشعب اليمني عامة في كل أرجاء اليمن، شماله وجنوبه وشرقه وغربه وبحيراته وسواحله وشطوطه ونخيله وصحاريه وبدوه وحضره. طيب أكيد أستاذ محمد، براعي استعمار هذه الأغنية التي شاهدناها قبل قليل، وهذه الأغنية الشهيرة التي يتغنى بها الكثير من اليمنيين، يعني وأغنية من الأغاني الخالدة، الأغاني الوطنية الخالدة في وجدان وعقول وقلوب كل اليمنيين، كيف كانت ظروف هذه الأغنية؟ متى تم تسجيلها؟ هل قبل رحيل المستعمر أم فيما بعد؟ لا، احنا اولا سجلناها كعمل تحريضي قبل 30 نوفمبر. الغناء هو مش كله حبيبي بحبك وتحبني أيوة. وين بلقاك وين بتلقاني، ها؟ لا، له أغراض كثيرة، كما للشعر أغراض، للفن الموسيقى أغراض، وأهم الأغراض أهمها وأخطرها هو الجانب التحريضي في الأغنية، وهذا فن ما يجيده إلا ناس فاهمين ومستوعبين. بدأ في لبنان في الشام بقيادة موسيقيين كبار أمثال الرومية وأمثال سليم اللوزي ومدرسته، وتتلمذ على هؤلاء ناس كثيرين كان لهم الصدارة في التعبير عن شعوبهم وقيمة الحرية نفسها. وأنا بفضل جهودي الخاصة قرأت وشفت وقلت لماذا لا يكون لليمنيين دور؟ يعني أنت أول من بدأ في اليمن يغني أغاني وطنية؟ لا، لست الأول، كان اولا وسبقني صاحب الفضل الاول الكبير محمد سعد عبد الله، كان محرض كبير، ايوه، وكان من الشعراء اسمه صالح فقيه، وكان عبد الله هادي سبيت، وكان الامير صالح مهدي، وكانوا امراء كثير من الشباب المثقفين في لحن، كان لهم السبق الاول.
طيب بالرأي استعمار، كنت سألتك عن ظروف هذه الأغنية كيف تم تسجيلها، هذا يقودني إلى سؤال أنه في مثل هذه الأحداث والظروف التي كانت تعيشها البلاد في ذلك الوقت في ظل الاستعمار، كيف كانت ظروف تسجيل هذه الأغاني، كيف كنتم تنفذوها؟ لأنه كان هناك رقابة وتقييد للحرية. طبعا كان هناك رقابة شديدة، وكان هناك قد بلغ التحريض أوجه، يعني قد الناس قطعت صوت، وبريطانيا كانت تترقب من هذولا اللي يعملوا هذه الأشياء، شفت كيف؟ فكانت تترصد لهم وعارفة فين الاستوديوهات وفين يمكن تجمع الناس. ففي هذا الظرف كانت حتى تجمع الناس في المقاهي والمبارز ممنوع، الناس يروحوا يخزنوا وين؟ دار سعد كان. طيب فين كنتم تسجلوا هذه الأغاني؟ سجلناها نحن بطرقنا الخاصة في بيوت سرية. ما زال الآن سر يعني؟ ما زال الآن سر؟ لا مو سر، ولا سر، ولا على البلد سر، ولا على شعب البلد هذا سر، ولا على كبرياء أنا وكرامتنا سر. كان هناك رجل مهندس اسمه علي حيدر عزاني، معه بيت في المنصورة، وكنا نحن نتجمع وآخر الليل نسجل. تسجلوا. طيب أستاذ محمد، هذا بالنسبة لظروف التسجيل وظروف الأغاني الخاصة بك. ألم بعد 45 سنة نحتفل بالاستقلال، عندما تسمع في وسائل الإعلام أغانيك الوطنية والأجيال وفي المدارس يغنوها، ما هو الشعور والإحساس الذي ينتاب محمد عطروش؟ الشعور أني أسهمت، أحس أني أقول الحمد لله أني أسهمت في قضية وطني بالشيء الذي أقدر عليه من طول. وكنت أمل أن أسهم بشيء أكبر، ها؟ وما حد يقدر، ما يصدقوش الناس إن إحنا كنا نوفر ما ندخره، وإحنا طلبة نوفر كل ما نملكه من أهلنا من فلوس ونجمعها عشان نسجل حاجة. وأنا الحمد لله كنت بهذا بالفن، هذا الفن خدمني وخدمته واحترمني واحترمته، لهذا أعطاني الفرصة أن أسهم. فكل من يحترم فنه ويقف وقفات إنسان مسؤول في فنه، ربنا لن يترك السجاء. طيب أنت وغيرك من الفنانين الكبار الذي نجلهم كثيرا على ما قدموه من أغاني، خاصة في مرحلة الاستعمار ومرحلة العهد الحكم الإمامي في الشمال والاستعمار في الجنوب، كانوا يطاردوكم أو يراقبوكم ويبحثوا عنكم من تغنوا هذه الأغاني الوطنية، حدثنا عن مواقف حصلت معك، أيضا كيف كانت تصل هذه الأغاني إلى المستمعين إلى المتلقين إلى الشعب، كيف كانوا يسمعوا هذه الأغاني، من خلال أي وسائل؟ أنا ما كنت طالب في مصر لما سجلت هذه الأغنية، كان أول ما أذعتها عن طريق صوت العرب، عن طريق برنامج الثورة الجنوب. وكما تذكر كان هناك ناس يعني أنا ما أذكرش 45 سنة، صغير السن غني لك عدو صغير يربونه. شفت؟ في رجل اسمه محمد أبو الفتوح وأحمد سعيد وسعد غزال، كلهم ذولا كانوا يرعوا برنامج الثورة في صوت العرب، في إذاعة صوت العرب، إذاعة صوت العرب. وكنا أي مادة كنا نوصلها لهم وهم يوصوا بتنفيذها. يعني كان المنبر الوحيد فقط إذاعة صوت العرب، الناس صوت العرب أولا، ثم إذاعة تعز. إذاعة تعز، وهنا يأتي دور تعز الغراء، ها؟ تعز العزيزة، سميها تعز العزيزة، لعبت دورها من البداية. كان لها إذاعة متواضعة، كانت لأنها أقرب من عدن وأقرب من المناطق، كانت هي تذيع كل شيء جديد يستجد من أعمال مكرسة للثورة، فكانت تؤدي رسالتها. طيب بالنسبة لمواقف من المستعمر، كانت تحصل لكم مطاردات؟ يعني يسألوا من هؤلاء الذين يغنوا، كيف كان هذيك الأيام؟ يحصل لنا، ولما تنتبه كانوا شاروك، كانوا روحوا بك، كانوا تعيد. لكن أنا لازلت أذكر دور الشعب اليمني في الشيخ عثمان، اللي هي كانت النقطة الساخنة في تاريخ النضال لجلاء المستعمر. كنت مع حزب خطر أدخل أي بيت، وهذا كله مقبول جد، أن هذا البيت يرحبوا بي ويقفزوني من سقف إلى سقف إلى سقف إلى سقف عشان أهرب من جنود العسكر. طيب كيف كانت شهرتكم؟ كيف كان الناس يعرفوكم؟ يعرفونا، هو صوت يعني، ما كانش عاد في التلفزيون يعرفونا، لأن ما يكفيش صوت،
صوته انت في برج عالي ما حدش يعرف. كنتم تنزلوا تحتكوا بالناس؟ احنا مع الناس، نعيش مع الناس. انا من ابين ويوميا انا في السيارات رايح جاي، ويوميا انا بين اصدقائي في الشيخ عثمان، ويوميا انا في سوق الصيد، في سوق الخضره، في الاذاعه، في التلفزيون، في الدكان، في كل مكان. متواصلين مع الناس؟ مع الناس، يعرفونا. من على العطروش. طيب استاذ محمد، اغانيك الان يعني نحن نتحدث عن براعي استعمار وغيرها من الاغاني 40 عام او 50 عام، يعني ما شاء الله، الله يطول في عمرك ان شاء الله. مش احنا قلنا عمرك كبير؟ آمين ولا شيء. آمين. الكثير من الفنانين الشباب غنوا هذه الاغاني، عندما تستمع الى هذه الاغاني هل يضايق محمد محسن عطروش ان يستمع لاي فنان اخر يؤدي اغاني وتحديدا الاغاني الوطنيه؟ وما هي المعايير والشروط التي يضعها محمد عطروش في اي احد يغني اغاني؟ الفن التحريضي لا يقف عن شروط ولا يتمترس وراء شروط ضد الجيل، ضد الجيل الشباب الذي يريد، لان هذا الذخر هو ذخر لهم، هم اصحاب المستقبل، هم عماد المستقبل. الشباب ذولا هم عماد مستقبلنا، لكن اذا لم يحافظوا على هذه التركه الجميله الثمينه الغاليه ما بيكونش مستقبلهم كويس. لهذا انا احب انهم كلهم يغنوا، يغنوا هذه الاغاني، ويغنوا روايع محمد سعد عبد الله التحريضيه، يغنوا روايع احمد قاسم التحريضيه، كل هذا يهمنا. التحريضيه بس بمفهوم التحريض ضد المستعمر، ضد الكبت، ضد الظلم، ضد الطغيان، ضد كل معالم قضاياهم. ضد كل معالم قضايا الشعب اليمني وحقوقه السته التي هي معتمده في تاريخ الشعوب. طيب استاذ محمد عطروش، غنيت الكثير من الروايع على الاغاني الوطنيه، اذا ما طلبت منك ان ترتب اهم اغانيك الوطنيه من وجهه نظرك انت، ما هي اهم هذه الاغاني؟ استطيع اقول بشكل عام هي كلها مهمه، لكن ترتيبها اول اهم شيء جلاء المستعمر، براعي استعمار، براعي استعمار، وبعده تاتي يا شباب يا شباب، تؤكد يا شباب شباب، تأكد وحدة الثورة اليمنية، ثورة في الشمال ضد الإمامة والرجعية وثورة ضد بريطانيا والحكم الاستعماري. طيب هذه الأغنية يا شباب يا شباب، المعاني التي حملتها هذه الأغنية؟ الله يا شباب، شوف يا إمامة ركعت الله يا شباب، الله يا نضال، يا إمامة ركعت تحت الأجيال، يا كفاح أيام وطوال، الله يا جنوب، يا إرادة تحمي الوطن المحبوب، يا نضال يا أشرف نضال. هذه توريك الشمال والجنوب يكتملان وتكتمل الثورة اليمنية وتصبح ثورة واحدة، تؤكد مسألتين، مسألة الثورة الواحدة ومسألة الوحدة اليمنية. طيب كلماتك ولحنك هذه الاغنيه؟ ايوه. طيب ليش كل اغانيك ومعظم اغانيك من كلماتك ولحنك فقط؟ لانني قد تبت. تبت؟ ايوه، ضربت، ضربت في راسي لما دوخت. كل واحد له قصيده ويبحث من قالها، تقول فلان شلوك انت وفلان. وانسجنت وانضربت. الاحتلال. الاحتلال والسلاطين. ايوه. فلذلك تبت. لهذا تبت اني اغني لحد ثاني. اشلكم معي في حرصا منك، يعني انك ما تضرش هذا الشخص. حرصا مني ما اضروش، واني اتحمل مسؤوليتي انا. اعرف كيف اتصرف، اعرف كيف ارب، اعرف كيف اداري. هذه فقط في الاغاني الوطنيه ان تكون كلماتك ولحنك فقط؟ أيوه. في الاغاني الاخرى؟ في الاغاني الوطنيه فقط. ايوه، اما الاغاني العاطفيه حبني وبحبك هذا غيري كثير. فين التقينا وشفتك فين؟ ايوه هذا كثير مليان. طيب استاذنك واستاذن المشاهدين، نتابع هذه الاغنيه الوطنيه الرائعه بروعه القدير والكبير فنان الشعب محمد محسن عطروش، يا شباب يا شباب. I'm not going to be able to do that.
من جديد على الهواء مباشرة من تعز، أحييكم مشاهدي السعيدة أينما كنتم داخل وخارج الوطن. نحن معكم في هذا البث المفتوح والمباشر بمناسبة ذكرى الاستقلال، الذكرى 45 لعيد 30 من نوفمبر، متواصلين مع العملاق والكبير محمد محسن عطروش، وأيضا سيكون معنا في الجزء الثاني من هذا البث المباشر على 4:30 عصرا بتوقيت تعز وصنعاء واليمن وكل محافظات اليمن الكبير، والعملاق أيضا أيوب طارش عبسي. خطوط التواصل معكم مفتوحة ولدينا الآن اتصال. ألو. ألو، مساء الخير. مساء النور. كل عام وأنت بخير أخي سامي. وأنت بخير. أنور الهجمي من السعودية، عيدك مبارك وعام بخير. أول شيء أمسي عليكم، أمسي على الفنان محمد محسن عطرش، أقول لكم كل عام وأنتم بخير. شكرا. شكرا. بمناسبة عيد 30 نوفمبر، العيد الوطني اللي يفتخر فيه كل يمني أينما كان، سواء داخل الوطن أو خارج الوطن، أحب أهني الشعب اليمني الكريم وأهني الحكومة بقيادة الأخ عبد الرب منصور هادي، لكل أبناء الشعب اليمن، وأهني كمان وأهنيكم يا أستاذ سامي على البرنامج هذا المميز، ويبث خاصة من تعز، أهني محافظ المحافظة شوقي أحمد هايل، وأقول له كل عام وأنت بخير، كلنا معك يا شوقي. يلا تستغل الفرص أنوار، شكرا لك. الله يعطيك العافية. شكرا لأنوار. اتصال آخر، محمد اليافعي من الرياض أيضا. أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور. أخباركم طيبين؟ الحمد لله. أول شيء أمسي عليكم ومسي على الفنان الكبير محمد محسن عطروش. شكرا. وأهني قناة السعيدة وطاقم قناة السعيدة بهذه المناسبة العظيمة. شكرا لك محمد. وكل عام وأنت بخير إن شاء الله. شكرا لك وكل عام وأنت بخير. شكرا. وأهني القيادات اليمنية وعلى راسهم فخامة الرئيس عبد ربه منصور، وكل من الأراد اليمن الصلاح والخير. شكرا لك محمد اليافعي من السعودية. أيضا حسين اليافعي من السعودية، بس لا أعتقد أنه قريب محمد. أهلا يا حسين. حسين، حسين اليافعي من السعودية، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال. طيب، خطوط التواصل مفتوحة معكم، بإمكانكم التواصل معنا للمشاركة في هذا الاحتفال بمشاركة الفنان محمد محسن عطروش، وهذه الأرقام تظهر أسفل الشاشة. 0967 4 مفتاح تعز، لأنه في تعز 2323399، وأيضا أرقام أخرى بانتظار مشاركاتكم وتواصلكم. أستاذ محمد، وأنا أستمع لهذه الأغنية يا شباب، وأيضا برا أستمر وكثير من الأغاني الوطنية، هل هذا هو التسجيل الذي كنت يعني فقط هذا التسجيل الذي كان سجل لهذه الأغاني في ذلك الوقت، ولا بعد الجلاء وبعد رحيل المستعمر وبعد الثورة وفرت لكم وهيئة الظروف لإعادة تسجيل هذه الأغاني؟ لا، هذه أغاني كما قلت لك تحريضية، لا يمكن تسمح بها الإعلام الداخلي بتسجيلها. أيوه. نحن نسجلها بطرقنا الخاصة. سجلته في ذلك؟ وكان تسجيلها أروع. هذا التسجيل اللي احنا اذعناه للضرورة، لانه مستهلك، ما فيش غيره جميل. طيب، هل كنتم تعيدوا تسجيل الاغاني في ظروف احسن، في امكانيات احسن؟ لا. ليش؟ لا، لان عندنا اذاعة مهتمة بانها تسجل كل انتاج الفنان، كل انتاج الفنان العاطفي يتسجل. وكل فنان كانت له درجة، ما يقدرش يقفز على الدرجة هذه ولا يقدر يتحارف، ما فيش الا الاذاعه والتلفزيون. يعني هذا التسجيل اللي اقصده، يمكن ما فهمتش فكرتي في السؤال، اغنيه برا استعمار ويا شباب وغيرها من الاغاني الوطنيه، هل هذا هو التسجيل الاول لهذه الاغاني في ظروف الاستعمار، ولا عدتم تسجيلها مره اخرى في امكانيه؟ هذا هو التسجيل الاول، ويوريك انه لجودته بقي الى الان. طيب ليش ما عدتمش التسجيل بامكانيات احسن؟ عشان هات لي بيس وانا اسجلهم كلهم. بيس طبعا. طيب الدولة، وين الدولة؟ الدولة فين؟ الدولة نايمة، نايمة. ألف نون ولا نون ألف وهمزة وميم وهاء. طيب هذه الأغاني، الأغاني الوطنية، لو كانت في دولة ما كانش أغانينا تباع في السوق بدون ما نبيعها نحن الفنانين. صح. لو كان هناك اهتمام ما كانش هذا يحصل. لو كان في اهتمام ما كانش يجي واحد يحاسبني على شغلي وأنا ما بعته، ويقدموا لي اللوم اني انا قدمت هذه الاغاني للمرتزقه ينخروا في الشعب اليمني. طيب استاذ محمد،
ايضا الاغاني يعني المشاهدين احنا مصوره على افلام وثائقيه قديمه لمواجهه الاستعمار وغيرها من المناظر، هل كنتم تتدخلوا انتم ايضا في شكل اخراج هذه الاغنيه صوت وصوره؟ لا، احنا في اي شيء خارج نطاق مهمه الاغنيه. ايه هي مهمتها؟ مهمتها ان ترى النور. الاغنيه بالنسبه لنا كفنانين مبدعين أن ترى أغنيتك يا الفنان أن ترى النور، بعد كذا أنت تقيمها ناجحة بقت، مش ناجحة سقطت. طيب أستاذ محمد، أغانيك التي غنيتها قبل 40 أو 50 سنة، أغانيك الوطنية، هل تتناسب مع هذا الوقت وما يمر به البلد من أحداث؟ لأن البعض من أغانيك يحدث لها إسقاط سياسي، تستخدم في بعض الأحداث. أيوة. مثلا برا الاستعمار، أنا عجزت عن إقناع أخي الذي آذاني مثلا، شعرت أنه يؤذيني أو شعرت بظلم منه، حاولت أنه عجزت إقناعه أن ينصاع لرأيي أو أن يقتنع بمظلمتي، عجزت. أقوم أشيلها الأغنية ذي اللي أنا قاومت بها بريطانيا وتاج الملكة إليزابيث الثانية وقارعت جيوشهم وخليتهم يخرجوا صاغرين من اليمن، ها أرجع أستعملها ضد أخي؟ إن أقول له برا؟ هذا أخي يمني، شئت أنا أو أبيت، هو يمني وأنا يمني، إخوان اثنين نتصارع في سبيل الحق، ما يجوز أنني أقارنه ببريطانيا. إذا أسقطت الموضوع على هذه المشكلة معناه أنني أنا لا أثمن الدور الذي قمت به ضد بريطانيا. طيب يعني أنت يضايقك استخدام أغانيك في غير محلات هذه الأغاني؟ لا، بالرغم أنها تصلح بعض الأحيان، لكن هذا الصلاح أو هذا الاستخدام أو هذا الإسقاط ليس بمستحبل. طيب أي من أغانيك تصلح لهذا الزمن وهذا الوقت؟ الأغاني الوطنية كثير، صالحة لكل زمان ومكان. أتكلم عن الحب الأم السامي، أنا لي أمين، أمي الحقيقية ولي أمي الأكبر، السمو الأكبر أمي الوطن. مين من الشعراء قدم هذا النوع من الاستعارة المكنية؟ أمه هذه غناها عوض أحمد. أيوه. الفنان عوض أحمد. أيوه. يعني أنت أعطيتها أو غنيتها أنت وغناها وبعدك؟ أنا هذا هذا هذول جيل أنا ربيتهم. جيل أنا أعطيتهم. محمد صالح عزاني، عوض أحمد، أحمد علي قاسم، صباح منصر، رجابة سودان، سكاريب، عبد الكريم توفيق، وكم بحكي لك؟ أمها إيش تقول كلماتها؟ ما لي أم في الدنيا سواك يا أمي الحبيبة، اتمنيت من تربك فراش، ها؟ في الغربة الصعيبة. أمها حسي الخد، عادوا ما كباش، دمعاتي الصبيبة، للابن يا أمها يطعن في هواش. حضن ايش بيجيبه الله. عملاق ورائع وكبير استاذ محمد. اتصالات مع انيس من السعوديه. اهلا يا انيس. السلام عليكم اخي سامي. وعليكم السلام اخ انيس. امسي عليك بالخير وعلى جميع المشاهدين والعاملين في قناه عدن. في قناه السعيده. سعيدة عفوا أخي الكريم، وأمسي على المناضل الكبير عطروش وأقول مساء الخير، مساء الحرية والاستقلال. مساك الله بالنور والعافية عطروش، المناضل الكبير عطروش، اليوم كان مكانك في ساحة المنصورة بين أحبائك وخلانك وليس في السعيدة. أنا في السعيدة وفي السعادة إلى الأبد إن شاء الله بكم. إن شاء الله بإذن الله بأحبابك في ساحة النضال والحرية والتحرير والاستقلال، ساحة المنصورة عطروش. اليمن لي كلها ساحة نضال، ليس المنصورة، المنصورة سوق القات والحطب. شكرا لك أنيس الحريري. اتصال آخر. علي. هلا، السلام عليكم. وعليكم السلام علي. كيف حالك يا طيب؟ الحمد لله، شو أخبارك؟ والله الحمد لله. نحب نمسي عليك وعلى العاملين في قناة السعيدة جميعا واستاذنا الكبير. حياك الله. عطروش. حياك الله. كيف حالك يا استاذ محمد؟ انا سعيد جدا. اجمل سمع صوتك يا راجل، الله يخليك ونهنيك بهذه المناسبة العظيمة. الله يسلمك. الذكرى 45 للاستقلال الوطني، وانت كنت احد الرواد الكبار. امين يا رب العالمين. الاستقلال هذا الى جانب كوكب ان شاء الله ابناء اليمن، ان شاء الله نكون عدين الدور ابناء الجنوب ان شاء الله
ادينا الدور ان شاء الله. رفاقك رفاقك اللي عشت معاهم يا محمد محسن عطروش وقف انت غني لبلدك. والجيل الجديد نتركهم. نحن ننتظر منك المزيد يا استاذ محمد، انت غني للجنوب تتغني للاستقلال الثاني ان شاء الله. عفوا اغني لليمن. شكرا. ايوه. طيب شكرا لك علي وشكرا لانيس وشكرا لكل من شارك معنا في هذه الفقره والاتصالات. استاذ محمد نستاذنك فقط فاصل اعلاني ومن ثم نواصل ده. هذه الحلقه وهذا البث المباشر من استوديو السعيد في جايز احتفالا بالذكرى 45 للاستقلال 30 من نوفمبر. اسال ايش بعد هذه. من جديد على الهواء مباشرة أهلا بكم إلى هذا البث المباشر والمفتوح برفقة الكبير والعملاق محمد محسن عطروش. أهلا بك أستاذ محمد من جديد. أهلا بك أستاذ محمد. منحت لقب فنان الشعب، كيف منحت هذا اللقب؟ ما الذي منحك هذا اللقب؟ ما قصة؟ والله هو مش لقب محسوس. مش لقب ملموس. ما هوش ميدالية ولا هو رصيد مالي وله إلا قيمة معنوية أعتز بها أنا. إذا أنا حافظت عليها وبقت تعبر عن هذا الشعب، فالشعب هو مصدر إلهامي والشعب هو نهاية مطاف آمالي به وسعادته أنا أكون سعيد. طيب أستاذ محمد الآن التعديل اللي بس من الكنترول يعدلوا عليه الأخوة في الإعداد أنه لقبك فنان الثورة مش فنان الشعب. اثنين هذولا انا يقال علي فيهم الاثنين. ايوه ايه. فنان الشعب لان ما كلمه الشعب هذه دارت في كثير من اغاني الى درجه كما ذاك اللي خشيت ان فلان حتى انه سيورثه قال المثل الاول. ما زال جبريل يوصيني حتى ظننت انه سيورثه. انا من كثر استخدام كلمه الشعب هذه افرطت في استخدامها الى درجه ان الشعب اصبح مسكين لا حول ولا قوه. طيب استاذ محمد عندما كنت تفكر في عمل اي اغنيه وطنيه ما هي المعايير التي كنت تضعها امامك في اختيار موضوعات هذه الاغنيه؟ يعني غنيت بشكل عام للاستعمار والرحيل للاستعمار برا الاستعمار، لكن هناك لك اغاني وطنيه في مواضيع محدده. ايوه هذا سؤال وجيه. الوحيد اللي يعطي اهداف القصيده يعطيها انتقاء خاص. انا ما اريد ان اتكلم مثلا في العيد، عيد الثوره هذه السنه يختلف عن عيد الثوره الماضي وسيختلف عن عيد الثوره القادم. عيد الاستقلال الان يختلف، مميزاته وماهيته واغراضه واهدافه تختلف عن عيد الاستقلال الماضي في الحد القريب. هنا أنا بحكم قدراتي المتواضعة أضغط على نفسي لما أختار الأهداف أو الحدود الموضوعية المناسبة لهذا العيد أو لهذا الغرض. كانت أغانيك الوطنية تخرج فقط في المناسبة الوطنية عند الاحتفال بعيد الثورة ولا ما لهاش توقيت؟ ما فيش عيد إلا هو عيدي. ما فيش عيد ثورة إلا هو عيدي أنا أولا قبل الناس. كنت حريص في كل عيد، في كل عيد أشارك بفرقتي كاملة قوامها 28 عازف كنت أنا أشارك فيها، ولا أستلم منهم فلوس ولا يعطوني فلوس، حتى القارورة الكندا كنت محصل لأنه الحمد لله كان الفن در علي بفلوس. ما قلت لك أنا الفن العاطفي الأغاني العاطفية ولا الأغاني الوطنية؟ كله بشكل عام الأغاني الوطنية در. أيوة. عليك فلوس؟ أيوة. من؟ من الأسطوانات. كان الناس يشتروا يعني الأغاني يشتروا الناس، والحمد لله احترمت الفن فاحترمني. طيب بوس التراب من أغانيك الوطنية الرائعة. نعم. ما هي ظروف وقصة هذه الأغنية؟ سؤال وجيه. بوس التراب
اتأمل من الموال الأول للأغنية وأنت ستعرف ما هو المطلوب. ليه هكذا يا ابن الوطن تبكي على دي سقط في ساحة الميدان؟ من اللي يسقط في ساحة الميدان؟ البطل الشهيد المناظر. ليه هكذا يا ابن الوطن تبكي على دي سقط في ساحة الميدان؟ شوف دي سقط في ساحة الميدان والله شهيد بيدخل الجنة. ابكي على دي قضى عمره يعبد الدينار لا تقترب منه شوف الزمن قد حكم انه عبد الاستعمار. الله. نسمع هذه الأغنية نعود لمواصلة الحوار والحديث والتواصل معكم مشاهدي الكرام. استأذنكم بمشاهدة أغنية بوس التراب للعملاق محمد محسن عطروس. هذه الأغنية أيوة سيد محمد أنه في كوبليه الكوبليه هذه يأتي في آخر الأغنية يقول يا ابن الوطن ابن الوطن شوف البناء أصعب كثير من كل بنيان. البناء أصعب كثير من أبني عمارة أبني أي معجزة من الأشياء لكن هي أصعب كثير في يوم بعد الاستقلال. البناء صعب جدا ما يقدمه إلا إنسان مؤمن ويصبر عليه ويصبر عليه إلا إنسان مؤمن. لما دخلت أسجل الأغنية هذه أريد أعيد تسجيلها في التلفزيون هذا وصلت عند الفقرة هذه وما قدرت أكمل بكيت وانكبيت على نفسي أبكي. المخرج افتجع ظن أنه أنا حصل لي حاجة خرج يصيح للجنود من حراسة الاستوديو دخلوا لقوني مكبي مالك يا استاذ محمد ايش بي ايش بي؟ قلت لهم ما في حاجه. انا لاول مره قلت لهم حسيت ان فعلا ان البناء بناء الاوطان صعب كثير 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 من بناء العمارات وبناء ناطحات السحاب لانه بناء فكر الانسان هو الاهم من العمارات وهو اهم من كل شيء. اذا فكر الانسان صح فهو سيكون صح في كل شيء ويستطيع أن يتطور أكيد. ويستطيع أن يجيب المعجزات.
أكيد أستاذ محمد، نحن الآن في هذا الاستديو المطل على مدينة تعز، هو قريب من جبل صبر هنا، لك من أغانيك الرائعة يا بايعات الباس والقات. إيش قصة هذه الأغنية؟ هذه أنا كنت زرت هنا، زرت تعز في الفترة التي زار فيها شاكلتون تعز، لما بريطانيا أرادت أن تسلم الاستقلال للجيش. في عام كم زيارة كانت؟ أعتقد في 65 أو حاجة زي كده أو بعدها. أيوة. الجيش الجيش كلهم قالوا لا، نحن ما إحنا جنود نعم، لكن ما يستحق أن نستلم سلطة. ابحثوا اجمعوا الأحزاب وتفاهموا مع الناس. هناك أحزاب، الجيش طلع طيب، الجيش طلع واعي. مع أنهم كانوا يقولوا هذا الجيش كله كإعلان بدو مدري زمان. بالعكس كانوا طيبين، فاهمين دورهم كمان. الامور انفلتت من بعد الله. طيب. فلما جاء هنا شكلتن جمع الفئات الوطنيه مش قادرين يفهموا المساله. اضطرت بريطانيا ان تسلم الجبهه القوميه على انها الفصيل المناضل المستحق الجدير بان يستلم السلطه. فانت اثناء الزياره غنيت هذه الاغنيه؟ اثناء الزياره هذا زارني الشاعر. خالي اخو امي من ابين جاء، رحنا الى جنب صيدليه العطاب. في هناك في العصريه بنات يبيعين قات. وبعضهم بنات ياتين من دار النصر جبل صبر فوق. ايوه. يبيعين قات، فجيت اشتري القات، وهذا الشعر حساس. ما كنت اصدق انه له نظره فاحصه. ما كنتش متاكد انه خالك حساس يعني، هو شاعر. هو شاعر، لكن انا ما ادري انه الى هذه الدرجه يتاثر. ايوه. فلما شاف البنات مزخرفات بالذهب والورس والعزرب والورد، ها؟ ايش قال؟ فراح خزن وقال لي انا بروح خلاص. مد يده الى جيبه واعطاني ورقه فيها قصيده. قال لي هذه القصيده شوفها، اذا عجبتك لحن منها، وان مش عجبتك اهملها. راح ركب السياره وروح. فكيت القصيده لما روحت البيت انا. كنت اسكن في صيدلية العطاب جنب ايوه جنبه. اشوف انها يا بائعات البلس والقات، يا حور يا نازلات من علالي الى البندر، يا لابسات الذهب زينات، يا سعد من يشتري من صبايا صبر الاخضر، في حسنين شاضية لو ذا الجمال للبيع حتشتريه الناس. الله. بكم اشتيت قالت لي، وتنظر لي وتضحك لي، نسيت اسمي نسيت اهلي، غار البلس والقات لما اشتريت مرات راح اشتكى للناس. السلام. اهداء هذه الاغنيه سنستمع اليها الان، هي موجوده وجاهزه معنا يا بايعات البلس والقات، اهداء لاهل صبر واهل تعز ولكل اليمنيين، نتابع.